29. إذا عندنا ليكزيرسيس نيميرو 19 نيميرو 16 قال لك كالكولي لي زيكسبرسيون سويفون. المهم كاين بزاف العمليات وحنا غنديرو عملية بعملية. ديما العملية ديال الضرب كما شرحنا في الدرس، قلنا مثلا أ كتساوي كنديرو البسط في البسط والمقام في المقام، ولكن قبل ما كنديرو الضرب كنحاولو نشوفو واش عندنا شي اختزال أو لا. إذا هنا غنديرو جوج ضرب أربعة قسمة ثلاثة ضرب خمسة. بما أن ما عنديش الاختزال بين الأعداد الفوق والأعداد اللي في الدينومينادور، دونك كنديرو كتساوي هي ثمانية على 15. غادي نشيل هاد العدد حتى هو ما عنديش الاختزال، غندير كيساوي هو خمسة ضرب ثلاثة قسمة اثنان ضرب أربعة اللي كيساوي ليا 15 قسمة ثمانية. وهنا عطينا كيساوي هو واحد ضرب ثلاثة قسمة أربعة ضرب سبعة، واللي كيعطينا ثلاثة على ثمانية وعشرون. مزيان تخي بيان. دابا غندوز للعمليات الثانية. إذا دي هنايا تلاحظ بأن عندي العدد أربعة والعدد ثمانية بيناتهم علاقة. إذا ثمانية شنو هي؟ ثمانية هي أربعة مضروبة في جوج. إذا أنا غنقوم بالاختزال ديال العدد أربعة، معليناش غادي نفسرها ليكم هنا. دونك هي أربعة ضرب ثلاثة قسمة على سبعة ضرب ثمانية، وقلنا ثمانية شنو هي؟ إذا أربعة ضرب ثلاثة سبعة ضرب أربعة ضرب اثنان. أربعة ضرب اثنان هي ثمانية. إذا غادي نختزل العدد أربعة ونكملو الحساب ديالنا. دونك هنا كيعطينا هو ثلاثة على 14. غنجيو نفس العدد هنا. دونك هنا ما عندنا لا اختزال مع ثمانية لا حتى شي حاجة. دونك كنديرو كيساوي ثمانية ضرب خمسة قسمة على 11 ضرب ثلاثة كيساوي ليا هو 40 قسمة على 33. غنجي لهاد العملية. دونك باش نحيد هاد العدد معليناش، غادي نخليه وغنديرو كيساوي هو 9 ضرب 3 قسمة على 10 ضرب 1.1. وحنا كنعرفو أي عدد ضربناه فيه الفاصلة وضربناه في العدد 10، هاد الفاصلة كتمشي لجهة اليمين بعدد ديال ورا الفاصلة. إذا هنايا بما أن عندي عدد واحد، دونك عندي صفر واحد، إذا هاد الفاصلة غتمشي بعدد واحد. يعني بحال اش غادي يولي؟ غادي يولي العدد ديالي هو 27 قسمة على 111. مزيان. ندوز عند العملية اللي باقين. دونك هنا ما عنديش شي حاجة اللي نختزل بها، غنديرها كتساوي هي 5 ضرب واحد قسمة أربعة ضرب ستة، واللي غادي يعطينا هو قسمة على 24. غادي نجيو لهنايا حتى هنا ما عندناش 12. هنا راه كاين اختزال هذا مع هذا، يعني 12 إلا قسمناها على ثلاثة تعطينا 0.04 صافي. دونك كنديرو هنا كتساوي تالخر، إذا سبعة ضرب ثلاثة قسمة 1.2 ضرب 8. دونك هنا غادي نختزلو بالعدد 3. علاش؟ لان 1.2 1.2 كيساوي هو 3 مضروب في 0.4. 0.44 مرات غادي يعطينا 3 مرات يعطينا 1.2. وفي هذه الحاله هذه غادي نختزلو، غنديرو كتساوي هي 7 ضرب 3، وتحت غتعطينا 0.4 ضرب 3 ضرب 8 باش حنايا نختزلو بهداك العدد اللي هو 3. مزيان. ودابا نكملو الحساب ديالنا وغتعطينا هو 7 على 3.2. مزيان. غنجي لآخر عملية. هنايا في الضرب نحاولو نحيدو الفاصلة ونكملو اللي بغينا نديرو نديرو. المهم نحاولو نحيدو الفاصلة كاملين نضربو في 10. هادي يولي كيساوي ليا هو 24 على 14
مضروبة في واحد على 16. دونك انا شنو درت هنا، حاولت انني نحيد لهم الفاصلة كاملين، حيت كان الاعداد عندهم رقم واحد من مورا الفاصلة، داكشي علاش خرجوا لي الاعداد صحيحة. دابا نحاول انني نبسط الاعداد، نجمعهم في خط واحد ونحاول نبسطهم. 24 شناهي؟ هي 4 مضروبة في 6 مضروبة في العدد واحد، و 14 هي 7 مضروبة في 2، و 16 هي 4 مضروبة في 2 كتعطينا 8 مضروبة في 2 كتعطينا 16. مزيان، دابا غيبقى ليا غير الاختزال، بمعنى هنايا 2 في 2 هي 4، ولا نديروها ديريكت 4 في 4 لا ما نزيدو علينا كثرة ديال التعقيدات. دونك 4 في 4 مزيان، باش نختزلو هاد 4 غتمشي مع هاد 4، وهاد 2 غتمشي مع 6، وغتبقى لينا 3. علاش؟ لان هنا 3 في 2 غتمشي 2 وغتبقى 3. اذا دابا ما بقى عندنا والو، بقى لينا غير حساب. اذا كيساوي الفوق قلت لينا 3 مضروبه في 1 هي 3 قسمه، وهنايا 7 مضروبه في 4 هي 28، وباقي عندي 3 28. ولا كنتي باقي ما تابونيتيش في لاشين، ولا مازال ما كتعرفش شنو هي السكويلاتو، تهبط لهنايا السكويلاتو، تابونا معنا، غتجي غتلقى البلاي ليست المستوى ديالك اللي هو الاولى اعدادي. اذا هادو هما الفيديوهات، راه حنا ديجا درنا شرح ديال الدروس، غتجي لهنايا المستوى الثالث اعدادي، عندك الدروس ديال ثاني اعدادي فيزيك، وعندك الدروس هنا جميع الدروس ديالك. اذا غتدخل لهنايا الدروس الاولى اعدادي وتشوف الدروس اللي درنا باش تستافد، باش تستافد اكثر، وما تنساش تبارطاجيها مع الاصدقاء والاصحاب ديالك. اذا بالنسبه للاكزيرسيس نيميرو 17 راهو بحالو بحال التمرين 16، غير هنايا غنحاولوا اننا ياش نختزلو قبل ما نديرو الحساب ديالنا. صافي، و هنايا عندي علاقه ما بين العددين اللي هو 7 و 35 والعدد 11 مع العدد 244. اذا شنو هو القضيه؟ دونك هنايا غادي نبسطو، غنديرو كتساوي هو 7 مضروب هاد 242 هي 22 مضروبة في 11 قسمة على 11 مضروبة في 35 هي 7 مضروبة في العدد 5. دابا يمكن لي نختزل بالعدد 7 وبالعدد 11، وغادي يبقى ليا غير الأعداد اللي باقين هما اللي غنكتبهم، اللي هما 22 قسمة على عدد 5. واحد النقطة مهمة بزاف، منين كنختزل بشي عدد كيف ما بغا يكون كنعوضو بالعدد واحد، ماشي تنعوضو بالعدد صفر، ولكن كنعوضو بالعدد واحد، باش واحد إلا ضربته في 22 كيعطيني واحد، داكشي علاش ما كنحسبوش. ديروا هاد النقطة هادي في بالكم. غادي نمشيو للعملية الثانية، عندنا عند العدد هذا بالذات عنده علاقة، وهاد العدد عنده علاقة، دونك هذا شنو هو؟ غنديرو كتساوي هاد العدد بوحدو هو 3 مضروبة في 5 قسمة على 5 مضروبة في 5، ولكن نحاول نجمعو الأعداد عاد نفكوهم. ديما في الضرب جمعوا الأعداد عاد حاولوا أنكم تفكوهم. 24 غادي نقولو هي مثلا 8 مضروبة في 3، ولتحت هنايا هي 5 مضروبة في 5 كتعطينا 25 مضروبة، وهنايا 8 مضروبة في 8 كتعطينا 64. مزيان، اختزال تنديرو وقيتا لي كيكون عندي الضرب، غادي تمشي ليا 8 مع 8 وتمشي ليا 5 مع 5، وغيبقاو ليا الأعداد الآخرين. هنايا قد نختزل 3 في 3 9، لا بارك مبقاش لي اختزال، في هاد الحالة هادي غيبقى لنا غير نحسبو. إذا كتساوي هنا 3 في 3 هي 9 قسمة على 5 في 4 هي 40. فوالا، ندوز للعملية الثالثة. إذا العملية الثالثة 7، دونك هادي كنديروها كتساوي، نطولو القوس ونحاولو نبسطو 14، 14 هي 7 مضروبة في 2، و 33 هي 3 مضروبة في 11، 84 نديروها 84 في 4 هي 14 في 6. دونك 14 في 6 14 هي 14 مضروبة
العدد 6 مضروبة، وهذه هي 7 مضروبة في 11. غادي نفكك هاد جوج ديال الاعداد، اولا بلاش غنفكك غير هاد 14 وغنديرها هي 7 ضرب 2 صافي. فوالا باش يسهل ليا الاختزال غادي نحيد هاد 7 وهاد 2، هاد 7 وهاد 2، 11 مشات، 3 مشات مع 6 وغتبقى لينا 2، حيت عندنا هنا 3 مضروبه ب 2 غتمشي 3 غتبقى لينا غير 2. شنو هما الاعداد اللي باقي لينا هنايا؟ اذا الفوق ما بقاتش شي عدد غادي نعوضه بعدد واحد، والتحت بقات لي 7 في 2 اللي هي 14. فوالا ندوز هاد 2 ديال العمليات. دونك هنا غادي كتساوي هاد 140، نكبروا الخط. دونك 140 هي 28 مضروبة في العدد 5 كتعطينا 140، وهنايا غتعطينا هي 8 6 8 مضروبة 64. غادي نديرو هي 9، هي 9 مضروبة في 7، 9 في 7 63 صافي. دونك هنايا 27، شناهي هي 9 مضروبة في 3 كتعطينا 27، و 28 هي 7 مضروبة خلوة 28 حيت عندنا 28 فوق صافي بلا ما نفكوها. فوالا دابا غادي نختازلو، غتمشي 28 مع 28 و 9 مع 9، ويبقاو لنا الأعداد اللي باقيين هما اللي غادي نحسبوهم. دونك هنا غادي نحسبو كتعطينا هي 35 قسمة على العدد 3 حيت هو اللي بقى ليا في المقام. غندوز لهنايا، دونك 42 8 35، هنا كاينة 5 42 كاينة 7 وهنايا 7، وهنايا غادي نقسموهم مثلا على 2، 16 16 في 4 كتعطينا 20، نديرو كتساوي، حاولوا أننا نجمعو قلنا في خط واحد. إذن 80 قلنا هي 16 مضروبة في 5 كتعطينا 80، مضروبة هنايا 5 مضروبة في 7 كتعطينا 35، 42 باش نحتاجوها 7، 7 هي 7 مضروبة في 6 كتعطينا 42، وهنايا عندنا الفوق 16 دونك هي 16 مضروبة في 2 كتعطينا 32. إذن غادي نختازلو، غادي تمشي لنا 16 مع 16، وتمشي لنا 7 مع 7، وهنايا 5 في 5 هي 10، غادي نختزلوها مع 2، إذن غتمشي لنا 5 مع 2، وغتبقى لينا 5، 10 إلى اختزلنا ب 2 تبقى لينا 5، صافي مزيان، و 6، دونك هنايا العدد اللي بقى لينا في الأخير اللي هو الفوق 5 قسم على 6، عاودو تأكدو مع هادي، ندير راسي بحال ما اختزلتش ب 2. باش نفسروها، إذن غتبقى لينا الفوق هي 10 قسمة على 12، ملي غنختزلو هادي بجوج غتعطينا هي 5 على 6 صافي. واضحة واضحة، دونك غادي نجيو نكتبوها ديريكت 5 على 6، ونديرو الاختزال ديالنا من الأول ديال 5 مع 2. غادي نجيو لهاد العملية، دونك هنايا غادي نديرو 90 كتساوي، قلنا غادي نفكو الأعداد ديالنا، 90 هي 9 مضروبة في 10، و 63 هي 9 مضروبة في 7، مزيان، 108 هي 9 غادي نضربوها في 12 وقيلا، ها 12، و 17 هي 9 غادي نضربوها 13. 9 في 13، نعاود نتأكد، فوالا هي هادي 9 في 13. دابا غادي نقومو بالاختزال ديال الأعداد ديالنا، دونك 9 غادي يمشيو مع 9 وهاد 9 غادي يمشي مع 9، غتبقى لنا 10 هنايا و 12، 12 هنايا هي 6 مضروبة في 3، 6 مضروبة في 2، وهنايا هي 5 مضروبة في 2، إذن غتمشي لنا 2 مع 2، وغيبقاو لنا الأعداد كاملين اللي باقيين هما اللي غادي نحسبو. دونك الفوق شحال بقى ليا؟ غادي يبقى ليا 5 مضروب في العدد 7، والتحت غادي يبقى ليا 6 مضروب في العدد 13، دونك يعطيني هو 35 هنا على 9 و 69، إذن هذا هو العدد
ديالي. دونك هاد العمليات هنا غنحاولو معاهم، اذا كتساوي كبر وكسر ديالنا، هادي عدد قبل القسمة على ثلاثة. دونك شحال تعطيني؟ غنحاولو نجيبو الماكينة باش نسهلو علينا شوية الحساب. 156 قسمة على ثلاثة كتعطينا 52، دونك هي ثلاثة مضروبة في 52، اها مضروبة هادي في خمسة، اذا هي خمسة مضروبة 155 نقسمو على خمسة، 155 نقسموها 155 نقسموها على العدد خمسة كتعطينا 31 مضروبة في 31، وهنايا كتعطينا هي 8 مضروبة في 6 كتعطينا 48، وهنايا هي 6 مضروبة في العدد 11. مزيان، إذا 52 نختازلو بعدا، بقاو غادي نختازلو، دونك كتمشي لنا 3 مع 6 غتبقى لنا 2، إيوا شي لاخر، وهنا 52 على 2 كتعطينا 27، 27 ضربة في 2 غتمشي لهاد 2 مع هاد 2، 22 في 3 كتعطينا 24، دونك 27 قسمنا على 3، غنعاود نكتب لكم هنا تحت. دونك هنا كتساوي 27 هي 9 مضروبة في 3 مضروبة في 5 مضروبة في 31 قسمة على 8 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 11. صافي فوالا، دابا هنايا غادي تمشي لينا 3 مع 3، صافي هادشي اللي باقي. دونك بقا لينا نحسبو العدد اللي بقاو كاملين، وانا اذا هنايا باش نسهلو غادي نجيبو آلة الحاسبة ونديرو 31 مضروبة في 5 مضروبة في 9 كتعطيني 1395، 1395 قسمة 22 غادي نضربوها في 8، دونك 22 نضربوها في العدد 8 كيعطينا 176. انا غنحاول نقسم هذا على هذا نشوف واش كاين شي حاجه ديال الاختزال. غنعاودو هنايا وغنديرو 1395 غادي نقسموها على 176، دونك ما كاينش اختزال ويبقى هذا هو العدد الاخير ديالي. مزيان، غنجي لهنايا، دونك كتساوي 36 هي 6 في 6، 84 هي 8 في 8، دونك هي 7 مضروبة في 6 مضروبة في 6 على 6 مضروبة في 2 هي 12 مضروبة في 8 مضروبة في 8 اللي هي لا 64، 8 8 64، 84 نحاول نقسموها هي 84 هادي 2 4 6 6 هي 12 مضروبة في 6، 12 في 6 كتعطينا 84. فوالا دابا غادي نختازلو، يلا غتمشي لنا هاد 6 مع هاد 6 وغتمشي لنا هاد 6 مع هاد 6 وغادي يبقاو لينا هاد الأعداد. إذا غادي يبقى لينا 7 كتساوي هي الفوق غتبقى لنا 7 والتحت 24. فوالا غنجيو لهنا عاوتاني، دونك 84 كتساوي قلنا 84 هي 12 مضروبة في 6 مضروبة في 96، 96 نقدرو نقسموها على شوفو واش على 14 واش كاينة. دونك هدا غنبقى بالقسم على 3، غنديرو 96 إلى قسمنا على 3 غتعطيني 32، دونك هنا هي 3 مضروبة في 32 قسمة، هاد العدد هو 12 مضروبة في 11 144، 144 إذا قسمناها على 12 شحال كتعطي؟ على 11 كتعطينا نو 144 هي 12 في 12، لا غنقسموها 144 إذا قسمناها على 12 شحال كتعطيني؟ كتعطيني 12، هي هاديك هي 12 مضروبة في 12 مضروبة هاد العدد 9 عشرة حتى هو قابل القسم على 3، مجموع العدد ديالو 168
غادي نقسموها على العدد 3 كتعطيني 56. قدو نقسموها على 3 56، دونك نديرو هي 56 نضربو في 3، من بعد نختزلو ويبانو لنا إلا باقي شي اختزال آخر. إذا غتمشي 12 مع 12 وغتمشي 3 مع 3 و 6 غتمشي مع 12 وغتبقى لينا هنا جوج. هاد جوج نختزلو مع 32 غتبقى لينا 16 وغتمشي هاد جوج. إذا 16 و 56 بيناتهم شي علاقة، نعاودو نكتبوهم من تحت. دونك غادي يبقى لينا هنايا 16 الفوق على 56 تيساليو نفس العدد الزوجي، إذا بيناتهم 8. إذا 8 8 و 56 غادي نقسموها على العدد 8 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 7. دونك هذا كيساوي هو 8 مضروبة في 2 كتعطينا 16 و 8 مضروبة في 7. غادي نختزلو بالعدد ديالنا اللي هو 8 وغادي يبقى لينا العدد 2 على 7 هو الحل. جوج على 7 هو الحل ديالنا. وحتى لهنا غادي نوقفو باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، وموعدنا مع الفقره الثالثه ان شاء الله ديال نفس الصفحه. سلام عليكم.